بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. طبعا النهارده فيديو جديد من الفيديوهات المهمة، وموضوع النهارده مشكلة حصلت عندنا شخصيا، مشكلة الفيران يا جماعة. طبعا مشكلة الفيران موجودة عند ناس كتيرة جدا ومش عارفين ازاي نتصرف فيها، فأنا هوريك النهارده اللي حصل عندي بسبب وجود الفيران. الفيران مش موجودة عندي في المكان، يعني أنا الفيران مش عايشة عندي على السطوح بتاعي، بس الفيران بتطلع لي من على البيوت اللي حواليا، يعني بتطلع بتمشي من على الحيطان وبتطلع على السطح عندي هنا بالليل، لان انا ما بشوفش فران خالص بالنهار. الفران بتطلع بالليل من على الحيطان وبتطلع من عند الجيران، من ورا، من هنا، من هنا، من هنا، وبتيجي تطلع على السطح عشان السطح فيه طيور. الحمام طبعا من اهم الحاجات اللي الفران بتحب تاكلها، تمام كده؟ فهو ايه دي الاكله المفضله بالنسبه له، هو والعرسه، العرسه والفار الاثنين بيحبوا ياكلوا الحمام. فطبعا اللي خلاني عرفت ان في فران، ان انا احيانا لما بطلع بالليل متاخر مثلا الساعه 12 11 بالليل، بشوف الفران بتجري على العواميد مثلا، او بتجري على العشش من فوق، او بتجري على سقف الاوضه، او الكلام ده كله، تمام كده؟ لان انا الموضوع ده اتكرر معايا كذا مره لما طلعت بالليل. فالمشكله بقى دلوقتي ان انا لاحظت ان الفران بتاكل الحمام، فهوريكم اللي حصل بالظبط، هشرح لكم حصل ازاي عشان ناخد بالنا من المشكله دي او من الغلطه دي وما تتكررش عندنا تاني. فيلا بينا نبدا. بسم الله، وما تنساش تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعملي لايك على الفيديو ده، تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس، ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه الزغلول كان في السلكه دي، تمام؟ فاقول لكم اللي حصل وبعد كده اوريكم الزغلول. ارضيه السلكه هنا هنلاقي ايه؟ بص كده، ارضيه السلكه اهي، تمام؟ فيها بقع دم ناشفه، بس هي طبعا مش باينه قوي عشان اسودت اهي، تمام؟ الجزء ده كده، الحتت اللي هنا ده مش صدى، ده بقع دم ناشفه. كل الغامق ده اهو، كل ده بقع دم ناشفه اهي، تمام؟ اهي يا جماعه بقع دم ناشف. كل ده كان من رجل الزغلول، لان الفار كان بيخش من هنا، تمام كده؟ الفار كان بيخش من هنا كده من جوه، والزغاليل طبعا صوابعها بتبقى طالعه من بين السلك من تحت كده، فكانوا بياكلوا في صوابع الزغاليل. الفران كان بياكل في صوابع الزغاليل وضوافر الزغاليل. فطبعا انا بقيت اعمل ايه؟ بقيت اجيب طوبه زي كده، طول ما في زغاليل، طبعا في زغلول جوه لسه اهو، طول ما في زغاليل بالذات، تمام؟ ما بيعملوش حاجه للحمام الكبير ده، الحمام الكبير ده ما بيعملولوش حاجه، بيعضوا رجل الزغاليل بس، ما اعرفش ازاي بصراحه. فبقيت احط طوبه زي كده تحت الرف. ليه؟ لان الرف بص كده اهو، ده دي المسافه اللي في الرف اهي، تمام كده؟ فانا برفع الرف كده لفوق. بص لما بيترفع كده بيتقفل، ما بقاش في مكان للفار ان هو يخش اساسا من تحت الرف ده، تمام؟ يعني ما يخشش من هنا. فانا بقيت ايه، ارفع الرف كده واروح حاطط طوبه بالشكل ده كده، تمام؟ بتبقى قافله معايا الرف بالشكل ده، ما فيش مكان للفران ان هي تخش، ولا حتى من تحت من هنا ولا من اي مكان، تمام كده؟ الدنيا متقفله اهي. فنفس النظام اللي انا عامله هنا اهو، تمام؟ بقيت عامل نفس النظام هنا، تمام كده؟ طبعا هنا اهو في زغاليل اهي، تمام؟ بص كده الرف مرفوع على طوبه اهو، تمام؟ عشان ما يبقاش في مسافه تدخل فار. هنا برضو اهو يا جماعه، اهي طوبه اهو تحت الرف عشان ما يبقاش في مكان يدخل الفران، تمام؟ هنا ربطت السلكات في بعضها، يعني ربطت السلكه اللي تحت اللي هي بتاعت اللي بتشيل الرف في السلكه اللي فوق، فلم الرف برضو لفوق اهو عشان الفران ما تخشش للزغاليل اللي جوه دي وتاكل رجليها، تمام كده؟ هوريكم بقى الزغلول، هو ده الزغلول اللي الفران عضته من رجليه. بص كده معايا اهو، بص كده اهو، في ثلاث صوابع هنا هم سلام، وصباع مقطوع نص اهو، تمام؟ لسه حتى باين اثر الجرح بتاع القطع بتاع الصباع باين في رجليه اهو. الرجليه الثانيه سليمه اهي، تمام؟ الرجل الثانيه اهي سليمه، مفيش غير دي بس هي اللي ايه، كلوا منها جزء من الصباع، تقريبا كده حوالي نص صباع، تمام كده؟ صبع ورم شويه، تمام؟ بس لسه طبعا كل ما يخف كل ما ايه الورم ده هيقل. فطبعا ايه، كلوا الضفر خالص بجزء من الصباع، نص الصباع، لحم بالعظم كله، تمام؟ بصوا يا جماعه الصباع عامل ازاي اهو، اوريه لكم برده من هنا اهو، الصباع عامل ازاي، تمام كده؟ فبرده ايه، الحمد لله زغلول كويس، يعني زغلول بيمشي كويس اهو، تمام؟ زغلول بيمشي كويس وبيقف على رجليه كويس، ما فيهوش مشكله. فطبعا انا دلوقتي اي حمام بقى معاه زغليل اهو يا جماعه، برده نفس النظام اهو، ده معاهم زغليل اهو، ده زغلول اهو، تمام؟ بص كده اهو، طوبه تحت الرف، رفع الرف بحيث ان الفار ما يعرفش يخش. طب لو انا شلت الطوبه، بص كده، لو انا شلت الطوبه اهو، بص المسافه بقت قد ايه، هتدخل فار، يعني الحته دي الفار يخش منها كده ويروح داخل من تحت واكل رجول الزغليل او صوابع الزغليل من تحت، تمام؟ فلازم ايه، حته الطوبه كده واروح رافع بيها ارضيه بتاعه السلاكه دي. طبعا السلاكه ديت الناس اللي متابعاني عارفه ان انا عاملها عموله سلك ضيق اهو،
تمام، سلك ضيق، الجناب كلها، الوش، الارضيه، الكلام ده كله سلك ضيق، ما بيعديش، بص ما بيعديش عقله الصباع. تمام اهو نفس النظام، السقف بتاعها نفس النظام اهو، سقف الارضيه نفس النظام، فهي متقفله كويس، حتى السلكات الخشب بص اهي الفتحات بتاعتها ما تعديش الصباع، ما تدخلش فرن، ما تدخلش اي حاجه، ومن الجناب برده نفس النظام اهي يا جماعه، ما تدخلش صباع، ما فيش فرد في الحجم ده يخش ياكل الزغالي. تمام كده، الحمد لله هي امان، بس المشكله كلها بالنسبه لي كانت فين؟ تحت الرفوف. تمام كده، تحت الرفوف عشان المسافات، فانا بقيت احل المشكله بالطوب ده. تمام كده، لما شفنا مع بعض الفرين كانت بتخش الرف بتاع السلاكه، رف النظافه، فطبعا ده بالنسبه لها سهل الدخول، لان الفتحه من قدام من هنا واسعه. تمام، الفتحه من هنا، الفتحه دي ايه؟ المسافه واسعه، فبيخشوا جوه الرف. طيب اول حاجه كانوا في البدايه بياكلوا الحبوب اللي واقعه في الرف بس. تمام كده، حبايه ذره واقعه، حبايه فول واقعه، الكلام ده، فانا ما كانش عندي اي مشكله في الموضوع ده، يعني حتى لو كنت عارف ان في فرن بتخش، فما كانش عندي اي مشكله في ان هم يخشوا ياكلوا بواقي الحبوب، لان انا كده كده لما بنضف بشيل بواقي الحبوب دي كلها برميها، فيعني ايه، قلت عادي ما فيش مشكله. فاللي اكتشفته بعد كده بالصدفه ان انا لقيت الحمام في دم في الارضيه بتاعه السلاكه وعلى الطواجن الفخار. ففي البدايه انا كنت مفكر ان ده ايه، ريشه من الشروال مفرقعه، لان دي بتحصل عندي كتير، ريشه من الشروال مفرقعه، والريشه المفرقعه ديت عامله دم ومغرقه السلاكه مثلا، مغرقه الرف والكلام ده، فبلاقي ان رجل الزغليل وشراويل الزغليل عليها دم. تمام، فكنت بقول ريشه من الشروال مفرقعه، وكنت عادي بكبر دماغي، لحد ما جيت مسكت الزغلول ولقيت ان الزغلول فيه صباع متاكل. تمام كده، صباع يا جماعه متاكل، مقطوع، متاكل اللحم بالعظم. تمام، فاكتشفت كده ان ايه، ان الفران بتمسك صوابع الزغليل من بين السلك وهي جوه الرف هنا، الفار جوه الرف، والزغلول صباعه نازل جوه هنا، بيروح ماسك صباع الزغلول من تحت، من تحت الارضيه، وياكل في الجلد وبياكل في اللحم بتاع الزغليل. طبعا دي مشكله كبيره جدا. تمام، الموضوع ده اتكرر تقريبا في زغلولين او ثلاثه، ولاحظت ان هم يا اما متعورين في صوابع رجليهم، قطع في الصوابع، يا اما ان هم الصوابع متاكل منها جزء، او الضوافر نفسها متاكله. فالحل الوحيد اللي انا اعمله في السلاكه دي هي ان انا ارفع الرف ده من تحت كده لفوق، واخليه لازق في الارضيه، ما يبقاش في مكان من قدام اساسا، لان الفار يخش منه، لان الفار ملوش اي مدخل تاني للسلاكه دي، لان السلاكه سلك ضيق، او السلاكات الخشب، الخشب بتاعها ضيق والمسافات ضيقه، فما فيش اي مكان يدخل منه غير ارضيه السلاك، الرف وارضيه السلاك. فانا بقيت اعمل ايه؟ بقيت احط طوبه تحت الرف، ترفع الرف لفوق لحد ما تقفل الجزء ده خالص. فالفران طبعا ما بقتش تعرف ان هي تخش ليه الحمام في الرف ده. فيعني الموضوع بصراحه يعني من اصعب الحاجات اللي احنا ممكن نتعامل معاها هي مشكله الفران. بس حلها الوحيد ان انت تكون مقفل على حمامك كويس. يعني لو انت بتربي في اوضه، او بتربي في عشه، او بتربي في بلكونه، او بتربي على سطوح زيي، فلازم السلكات اللي انت بتربي فيها تكون متقفله كويس، متقفله بسلك كويس. عندك الرفوف زي كده عندي، حاول ترفع الرف باي حاجه لحد ما يبقى لازق في ارضيه السلاكه، الفران ما تعرفش تخش في السلاكه وتعض مثلا الزغاليل من رجليها، لان هم ما بيطولوش من الزغاليل حاجه غير رجليها، فبيفضلوا يعضعضوا في الصوابع وفي الضوافر وياكلوها. الفران لو عضت زغاليل، تمام، الزغاليل اتعورت، ما ينفعش تذبحها نهائي باي شكل من الاشكال، لو ذبحتها ما ينفعش تاكلها. تمام، لازم تبقى فاهم، ممكن تعمل لك مشاكل كبيره جدا، الفران عضتها فيها امراض وفيها بكتيريا وفيها حاجات كتيره جدا ملوثه، ما ينفعش ان انت تذبح زغليل الفار عضها او لمسها. تمام كده، مجرد ما خدشها خدش صغير، ما ينفعش ان انت تذبحها وتاكلها. تمام، عشان انا عارف ان في ناس بتقع في الغلط ده، ناس زغليل مثلا عندها اتعورت، حصل لها حاجه بتاع، ممكن يذبح زغليل وياكل عادي، ينسى. تمام، فانا بقول لك ده ما ينفعش يذبح على الاقل مثلا لمده شهر او شهرين. تمام كده، ما ينفعش يذبح خالص. طيب الزغاليل اللي اتعورت بقى اتعامل معاها ازاي؟ هقول لك كل اللي عليك ان انت تعمله، ان انت تطهر لهم مكان الجرح او مكان التعويره اللي اتعملت من الفرن، هتطهرها ببيتادين. تمام كده، تحط عليها بيتادين مثلا مره كل يوم ولا حاجه، لحد ما الجرح يبدا ينشف ويخف لوحده خالص بدون اي مشاكل. تمام كده، الزغلول اللي عندي اللي فيه صباع من رجليه مقطوع ده، دوت انا ما عملتلوش اي حاجه غير ان انا حطيت له بيتادين على صباعه ده، لحد ما بدا ان هو يلتئم ويخف وبقى عادي خالص بدون اي مشاكل بفضل الله، وهيشتغل عادي وينتج عادي، ما مش هيكون في اي مشكله. تمام كده يا جماعه، بس لازم ناخد بالنا ما نذبحش فرد حمام وناكله لو الفار عضه. تمام كده، فطبعا في الاخر اللي انا عايز اوصله لك واللي انا عايز اقوله لك،
ان انت مهما عملت مش هتقدر تقضي على الفريم. كل اللي عليك ان انت تعمله ان انت تأمن حاجتك، تقفل على حاجتك على قد ما تقدر عشان تحافظ عليها من الفريم، انما الفريم نفسها مش هتقدر تقضي عليها بشكل كامل بنسبة 100%، هترجع موجودة تاني، سواء حطت لهم سم فريم، سواء حطت لهم مصيدة، سواء عملت اي حاجة، فهم في الاخر هيرجعوا تاني وهيظهروا عندك تاني. تمام كده؟ فاللي عليك ان انت تعمله هو ان انت تأمن حاجتك انت وتقفل على حاجتك كويس، ما تسيبش مدخل للفار او للعرسة ان هي تخش تاكل الحمام اللي عندك. تمام كده يا جماعة؟ فده كان فيديو النهاردة، يا رب نكون استفدنا منه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على قناة جديد. كمان ما تنساش تعمل مشاركة للفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ولو عندك اي استفسار او محتاجة موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناة في اقرب وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.